تشرف بدعوة السيد رئيس مصلحة الأمن. صباحة اليوم عرفت ولاية بشار توزيع 32 مسكن عمومي إيجاري بدائرة تغيت مقسمة على حيين بمدينة بربي، 12 مسكن بمدينة بربي و20 مسكن ببختي، حيث تحت إشراف سيد والي ولاية بشار تم تسليم المستفيدين لسكناتهم، والمتبقيين من المستفيدين سيستلمون سكناتهم إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله، بعد إيفاء حقوق الإيجار الخاصة بالديوان. كما أن لا يخفى على سيادتكم أن بلدية تغيت استفادت من حصة سكنية تقدر ب 220 مسكن، وزع منها 86 مسكنا بسنة 2018، واليوم عرفنا كذلك توزيع 32 مسكنا، وإن شاء الله مع انطلاق المشاريع المتوقفة والمشاريع الغير مسجلة سيتم إن شاء الله توزيع باقي السكنات وإنجاز فور الانتهاء من الأشغال. ما كاع ان شاء الله اللي ما داش ان شاء الله يدي، ونشكر كاع اللي ساهم معنا ان شاء الله في هذه الفرحه، ونشكر والي بشار.